لو انت بتعدي بظروف صعبة، الموضوع كل مدى بيزداد صعوبة معاك ويبقى معقد اكتر، عامة هيبقى قدامك حل من الاتنين، ان انت تستسلم وتنسى الهدف اللي انت عايز توصله وتختار الحاجة المريحة، الحل الاسهل ان انت تنسى اللي انت عايزه كله وتقبل بالوضع الحالي وخلاص وزيك زي الناس. او الحل التاني ان انت ترفض ان الواقع يتحكم فيك، ان انت تقول ان انت عارف ومتأكد من جواك ان انت مش هتكون مبسوط وانت عايش الحياة اللي انت عايشها دلوقتي ولازم ان انت تغيرها. ممكن في حاجة كده صغيرة لو ابتديت ان انت تعملها ممكن توصلك للي انت عايزه وانت مش واخد بالك، ان انت تكون بتفكر تفكير مختلف عن اللي حواليك. انت ممكن تكون وسط مجتمع كربتت، حاجة بايظة، مجتمع يعني مش بس ان هو فاسد، غير كده الناس استسلمت، ناس بقت ضعيفة. كل ما تيجي تقعد مع حد هتلاقي واحد تلج كل شوية بيزحلقني، كل ما تيجي تقعد مع حد تلاقيه بيكلمك عن صعوبات الحياة وازاي الدنيا صعبة وازاي ان هو بيعيش بالعافية، وتلاقيه راضي وعايش يعني اللي هو يدوب عايش بس هو عارف ان جوانا مش مبسوط. ولكن الناس دي ممكن تكون خايفة ان هي تاخد خطوة ان هي تغير حياتها. ليه خايفين؟ خايفين علشان مش ضامنين المستقبل، خايفين من المخاطرة اللي هيعملوها ممكن تضيع منهم اللي هم فيه دلوقتي. الناس دي بتكون ضعيفة. لو انت قابلت ان الواقع هو اللي يتحكم فيك ويجبرك ان انت تقبل بوضع انت مش عايزه، يبقى انت عايش ليه؟ يعني لو انت ما قدرتش تحقق حلمك ممكن يعني تفكر في نفسك كراجل ازاي، انت ازاي راجل، يعني اللي هو انت ازاي معتبر نفسك قوي قدرت ان انت توصل اللي انت عايزه. فانت لو ابتديت تفكر تفكير ايجابي شويه وما تستسلمش، في حاجه كده ممكن تحصل، ان انت ممكن تلاقي نفسك بدل ما تستسلم وتقعد ما تعملش اي خطوه حتى لو محاوله بسيطه ان عشان توصلك، انت ممكن هتلاقي نفسك بتعمل حاجات معينه على امل ان لسه في امل. يعني شوف الوضع وصل لحد ايه، على امل ان لسه، يعني انت مش على امل ان في فرصه، لا على امل ان في امل ان يكون في فرصه. هتلاقي نفسك ممكن بتعمل حاجات صغيره كده، بتستثمر في وقتك كل يوم، وممكن حاجه من الحاجات الصغيره دي توصلك لخطوه اقرب شويه. اهم حاجه ان انت ما تستسلمش. لما تكون مش قابل البيئه اللي حواليك، مش حابب تعيش في المجتمع اللي انت فيه، مش حابب ان انت عايز تغير شغلانتك، عايز توصل لبوزيشن اعلى في شغلك، عايز توصل ديستنيشن تاني خالص، لازم ان انت اهم حاجه ان انت ما تستسلمش. وانا هي الهدف ده انا عايش عشان احققه، ولو ما حققتوش ما انا هعيش تعيس، فيبقى ايه الهدف من حياتي اساسا؟ هي دي البوينت. ان انت لو انت مش مبسوط من الواقع غيره. اهم حاجه ان انت لازم تكون بتفكر التفكير البوزيتيف اللي يساعدك على ده، وهي دي التريك. يعني انت طول ما انت شخص ايجابي هتلاقي نفسك بتفتح لنفسك فرص وانت مش واخد بالك. طول ما انت بتفكر تفكير مختلف عن اللي حواليك، طول ما الناس اللي حواليك كلها خلاص تحس انها استسلمت، كل كلام عن سلبيات، كل ما هتقعد مع حد يقول لك الحياه صعبه، الدنيا مش عارف ايه، مش عارف الاقي فلوس، لما تلاقي نفسك في المجتمع ده اوعى تتوقع ان انت هتنجح. الا اذا كنت انت من جوه حد قوي، لو دي حاجه من اصعب الحاجات في الحياه على فكره، ان انت تكون وسط مجتمع كله بيفكر تفكير سلبي ويؤدي بيك كده، يعني حاجات لما تسمعها تحس ان انت مش متحمس ان انت تعمل حاجه لمستقبلك، ولكن ان انت تكون محصن نفسك من جوه تحصين ابن لذينه، يعني زي ما عم تامر حسني قال لك خليك انت الفولاذي، اللي هو ايه؟ اللي حواليك كلهم سلبيين بيفكروا تفكير كله مأساوي، لكن انت ما حدش يقدر يأثر عليك، عارف انه صعب، على فكره عارف انه صعب، يعني
النبي عليه الصلاه والسلام قال لك يعني من 10 قوم 40 امام صار منهم. يعني انت لو قعدت مع قوم بتفكيرهم، مع ناس بتفكيرهم بعاداتهم وتقاليدهم 40 يوم في لوحدك هتلاقي نفسك بتفكر زيهم. الصعوبه اللي في موضوع كله ازاي انت تكون مع مجتمع بيفكر تفكير سلبي لكن انت من جواك بتحاول على قد ما تقدر ان انت تخليك ورا التفكير اللي انت بتفكر فيه، ان انت تنعزل بتفكيرك، تنعزل بدماغك، تنعزل بخطتك. دي حاجه من اصعب الحاجات اللي ممكن تعملها في حياتك على فكره، مش سهله خالص. انت تنيك بتفكر ايجابي بس المجتمع كله سلبي. ولكن لو قدرت ان انت تعمل كده لازم تكون عارف ان انت جامد وجامد قوي. تفتكر ان انت مثلا امكانياتك قليله او حاجه، انت ممكن ما تكونش عارف ان امكانياتك ايه اساسا. يعني انت ممكن تكون حد من الناس الرهيبه عندك كواليفيكيشنز عاليه جدا بس انت مش حاسس بده، انت مش عارف. وبالرغم من ده بتحاول دايما ان انت تحسن، ولعلمك دي حاجه من علامات العباقره عامه. انت لازم تكون عارف ان العباقره دايما بيحسوا ان هم لسه مش في المستوى اللي هم عايزينه، ولكن لو جيت قارنتهم بناس تانيين هتلاقي ان هم عاملين طفره. يعني ممكن الانسان الغبي ده يقول لك ده انا جامد قوي، ده انا بعرف مش عارف اعمل ايه، ده انا بعرف ايه، وهو اصلا في البلاله يعني. ولكن الانسان اللي هو الفعلا عبقري هتلاقي دايما حاسس ان هو لسه في حاجه ناقصاه، وبالتالي بيحاول اكتر ان هو يطور. الفكره كلها ان انا عايز اقول لك اوعى تقبل بواقع انت رافضه، تمسك باللي انت عايزه بايديك واسنانك وهتعيش عشان هتحققه وهتوصل له وهتوصل لهدفك، او هتعيش تعيس طول حياتك وانت عارف ان مش اللي انت عايزه هو اللي انت فيه دلوقتي. تفائلوا بالخير تجدوه. السلام عليكم.